السلام عليكم، معكم محمد عبد القادر. احنا النهاردة بنصور 20 فدان في وادي نطرون. عشرين فدان كلها محاصيل وفيها عنبر مواشدة، عنبر كبير. بس العنبر مقفول طبعا، مش هنعرف نصوره من جوه. ارض ملك نهائي محافظة البحيرة، خالص الثمن، فيها محول كهرباء 100 خاص بالارض، وبير خاص بالارض، ملوحة المية 500. جنب منك المانجا والموز، والموز معروف المية لازم تكون مية كويسة، اقل من 500 كمان. ده الموز اخر سنة له بشطب، وده العنبر مواشي عنبر كبير. الأرض كانت زرعة غلة كلها السنة دي، ياريت تدعمونا باللايكات، والمش مشترك في القناة يشترك، اشتراك مش إجباري. الأرض كلها فاضية ما فيهاش إلا العنبر والبير ومحول الكهرباء وملك نهائي. يا ريت اي حد، قلناها في كام فيديو برضو نقولها في الفيديو ده كمان، اي حد له طلبات معينة يبلغنا بطلبه والمساحة اللي هو عاوزها في المنطقة اللي هو عاوزها، على طريق الصحراوي او وادي نطرون، نابورية، خططوة، ابو غالب، المكان اللي هو عاوز فيه الارض والمواصفات بتاعته يبلغنا بيها. الارض تبعد على الاسفلت الفرعي حوالي 6.5 كيلو. هنمشي في قلب الارض اهو، بنوريكم الارض. بسم الله ما شاء الله، ارض لسه ما زرعتش كتير، يعني لسه ارض عافية. والأوضة اللي هناك قدامنا دي، ده البير، هنروح نبص عليه برضو، واللوحة بتاعته. الأيام دي هنصور لكم أراضي كتير فاضية، إنه في ناس كتيرة طالبة أراضي فاضية ومساحات صغيرة ومساحات كبيرة. موجود معانا جميع المساحات اللي أنت عاوزها، أراضي فاضية في وادي نطرون أو برا وادي نطرون. الأراضي اللي جنبك كلها برضو عشان تبقى عارف، برتقال، مانجا، عنب، موز، بس في مساحات جنبك موز كبيرة، وفي برضك ناس زرع زيتون والمية كويسة برضه، عشان في ناس يقولك الزيتون ما ينزرعش الا في مية مالحة. لا، المنطقة دي كلها من 350 ل 500 الملوحة. دي الأوضة بتاعت البير. دي اللوحة،
وده البير والكابلات اللي داخلة للوحة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، مطلوب 350 ألف للفدان الواحد. أنا بنحاول على قد ما أقدر نجيب أسعار أقل أسعار في المنطقة. في ناس بتعلق لي بتقول لي أنت بتنزل 350 و400، كل منطقة لها سعر. في وادي النطرون كل منطقة لها سعر، قوم الأسفلت لها سعر، على الأسفلت لها سعر. شكراً.